تحب تسمعنا ايه بقى من تلحين حضرتك لشهد ومحمود، او نبدا بايه؟ او يعني انا هقول لحضرتك، هو انا بقالي تقريبا 5 سنين قبل رمضان بشهرين ثلاثة بيجي لي احساس وحالة ان انا احب اعمل دعاء لرمضان، حاجة كده يعني جوايا حسيتها بقالها 5 سنين. كل سنة بعمل دعاء. يا حضرتك سمعنا دعاء لرمضان دلوقتي؟ دعاء ان شاء الله هينزل رمضان، رمضان على الابواب. فمحمود قال لي انا عايز اعمل دعاء للوالدين وحبه للوالدين يعني بصفة عامة. فقلت له اوكي، خليت الشاعر اشرف ظريف، وده من الشعراء اللي انا بدات حياتي معهم في التلحين، عمل له الدعاء وحبه جدا وقال لي انا حاسه قوي ويلا نعمل. يلا نسمع، يلا نسمع. اسمه ايه حضرتك؟ واحد من الملايين. واحد من الملايين. هنسمع دلوقتي واحد من الملايين من غناء المطرب محمود درجالي، ومن الحان الفنان محمد الحان وتوزيع وكلمات اشرف ظريف. الحان وتوزيع الفنان محمد فهمي عبد الحميد، وتوزيع اشرف ظريف. كلمات بقى كلمات اشرف ظريف وكلمات اشرف ظريف. وتحياتي لكل من قام على عمل هذه الاغنيه. واحد من الملايين عاشق رضا الوالدين، مهما عملت كتير مقدرش اوفي الدين، واللي دعاهم لي شاف جنته بعنيه، يا ربي نفسي ارضيك وابقى من الفايزين. واحد من الملايين عاشق رضا الوالدين، مهما عملت كتير مقدرش اوفي الدين، واللي دعاهم لي شاف جنته بعنيه، يا ربي نفسي ارضيك وابقى من الفايزين. واحد من الملايين. لا نسقف كلنا بقى. سقف يا شهد، سقف يا شهد. الكلمات حلوة جدا والألحان حلوة جدا، وطبعا محمود صوتك كده هادي ورايق، ونفس الفكرة نفسها فكرة الأغنية واحد من الملايين. قول لنا الكلمات كده. واحد من الملايين عاشق رضا الوالدين، مهما عملت كتير مقدرش أوفي الدين، ومحدش يقدر يوفي أي جميل. يا رب يا رب يا رب يخلي ويرحم ويحفظ لنا كل الأبهات والأمهات الموجودين في مصر والوطن العربي والعالم كله يا رب. وحضرتك بقى في دعاء، يعني ده كده زي ما تقول اهداء للاهالي او الوالدين وكده، ايه الدعاء اللي ممكن برضه رمضان عشان بفكر اخده كده واذيعه في شارع النهار على فكره؟ طيب جميل، في لشهد دعاء برضه جميل قوي هتقوله برضه، بتاع ايه؟ ايه دعاء ايه؟ اشتقت يوم الاك. اسمه اشتقت يوم الاك. اشتقت يوم القاك الاك. يلا بينا. اشتقت يوم الآن، غمضت عيني احلم انا واقفة تحت سماء، وانت يا ربي غفري. اشتقت يوم الآن، غمضت عيني احلم انا واقفة تحت سماء، وانت يا ربي غفري. من الفرحة شفت الروح، بالحمد لك بتبوح، من الفرحة
طبعا حلو جدا، كلمات تحفه والالحان رائعه، ربنا يخليك، هاديه جدا جدا وتخش القلب على طول، دخلت القلب جدا جدا جدا. ايه اكتر حاجه حضرتك ممكن تواجهها صعبه في صوت موهبه جديده، او ممكن برضو تقول لنا نصيحه حضرتك تقولها للي كل عنده حلم ان هو يبقى مطرب بس بيبقى عايز الايزي واي او طريق سهل؟ هو طبعا يكون دارس المقامات كويس جدا، ويكون يعرف ازاي ان لما الملحن يعمل له شغل يقدر يعرف الجمله اللحنيه البدايه منين والانترو فين، وانه يقدر ينقل من المقام اللي هو في الاغنيه لمقام اخر لنقله لحنيه ثانيه، يبقى عنده الامكانيه لده ويقدر يكون صوته راكز كويس قوي في الغنى. طيب استاذ محمد، حضرتك دلوقتي قلت لي انك انت كنت يعني صدرك رحب جدا انك انت تستقبل اي مواهب جديده، الناس تبعت لحضرتك على ايه؟ على الفيسبوك مثلا؟ على الفيسبوك محمد فهمي عبد الحميد بالعربي. ايوه، ومعايا عود كده وهيعرفوني على طول. على طول كده، وانا بقى انا خلاص انا هروح بقى اعمل اد لاستاذ محمد فهمي عبد الحميد برضه، هتلاقوه عندي على طول، شرف ليا.